السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج المنصة. لم يحدث أن واجه الطلاب المبتعثون للدراسة في دول الخارج معاناة كالتي عاشوها في الثلاث السنوات الأخيرة، ابتداء من انقطاع صرف مستحقاتهم وتأخيرها، مرورا بتهديد الجامعات التي يدرسون فيها لهم بالفصل إذ لم تقم وزارة التعليم العالي بتسديد هذه الرسوم، وانتهاء بمعاناة طلاب الاستمراريات الذين حصلوا على مقاعد جامعية مجانية من الجامعات التي درسوا فيها نظرا لتفوقهم العلمي، ولا ينقصهم سوى اعتماد منح مالية تمكنهم من الاستمرار في دراسة الدكتوراه والعودة إلى جامعات اليمن للخدمة فيها. لم تقتصر المعاناة على هذه النقاط الثلاث، قرار إيقاف البعثات أيضا يمثل معاناة أخرى، حيث أثار موجة غضب عارمة لدى الطلاب المتفوقين والمستحقين للبعثات. وعلى رغم صدور هذا القرار فقد تم استمرار البعثات لكن لغير مستحقيها ولأبناء المسؤولين تحديدا للفقراء المتفوقين من الشعب. حالة كثيرة لطلاب فكروا بالانتحار نظرا للضيق المعيشي الناتج عن عدم صرف مستحقاتهم، وهناك بالفعل حالات انتحار حدثت لهذا السبب. كيف يعيش الطلاب في دول الابتعاث أمام كل هذه المعاناة، ومن المسؤول عن ذلك؟ هذا ما سنناقشه في حلقة الليلة من برنامج المنصة، لكن قبل البدء باستقبال اتصالاتكم ومشاركاتكم نتابع هذا التقرير الذي أعده الزميل عمر النهمي. عامان وأكثر والطلاب المبتعثون في الخارج يعايشون الكثير من المعاناة، ابتداء من تأخير صرف المستحقات ومرورا بعدم صرف تذاكر العودة للطلاب الخريجين، وانتهاء بعدم اعتماد منح مالية لطلاب الاستمراريات. مستحقات ثلاثة أرباع لم تصرف حتى الآن، الربع الرابع من العام السابق 2017 بالإضافة إلى الربع الأول والثاني لهذا العام. الجدير بالذكر أن مستحقات الثلاثة الأرباع الأولى من العام الماضي لم تصرف إلا بعد مظاهرات ووقفات احتجاجية طلابية كثيرة أمام السفارات اليمنية في دول الابتعاث استمرت لأشهر. لا تنحصر معاناة الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج بصرف المستحقات فقط، لكنها المعاناة الأبرز إلى جانب معاناة أخرى، وهي عدم قدرة الخريجين على الرجوع إلى اليمن بعد انتهاء ابتعاثهم. فبعد إكمال دراساتهم في الخارج ظلوا عالقين هناك نظرا لعدم قدرتهم على دفع رسوم تذاكر العودة إلى اليمن. قبل أشهر كانت وزارة التعليم العالي قد أصدرت قرارا بإيقاف الابتعاث إلى دول الخارج، وكان ذلك بمثابة حل الضعيف العاجز لمواجهة فشلها في صرف مستحقات الطلاب المبتعثين. ورغم صدور هذا القرار إلا أن البعثات الدراسية ظلت مستمرة لتذهب لغير مستحقيها، فبحسب كشف تم تسريبه من السفارة اليمنية في ماليزيا يحمل أسماء مبتعثين جدد تم تزكيتهم من قبل مسؤولين عسكريين وحكوميين في الحكومة الشرعية. طلاب الاستمراريات أيضا لهم نصيب من المعاناة، فهم قد حصلوا على مقاعد من الجامعات التي درسوا فيها لتفوقهم من أجل استمرار دراستهم في مرحلة الدكتوراه، ولا ينقصهم سوى صرف منح مالية من قبل وزارة التعليم العالي تعينهم على البقاء وإكمال دراستهم. طلاب آخرون تلقوا إخطارا من الجامعات التي يدرسون فيها بالفصل إذا لم تقم الوزارة بتسديد الرسوم الدراسية. لم تسدد الرسوم حتى الآن، وفصل البعض منهم دون أن تعيرهم الوزارة أي اهتمام. تعالت أصوات الطلاب المبتعثين كثيرا وتبخرت نداءاتهم في الهواء، طالبوا بصرف مستحقاتهم فلم تصرف غير الوعود، وطرقت مطالبهم أبواب السفارات فأغلقها السفراء في وجوههم ليظلوا بين نارين، نار غربتهم ونار احتراق أحلامهم أمام أعينهم. إذن مشاهدينا نبدأ باستقبال اتصالاتكم حول موضوع الحلقة، نناقش اليوم معاناة طلاب المبتعثين للدراسة في الخارج، هذه المعاناة التي يعني تزداد سوءا يوما بعد آخر. سنستقبل أول اتصال من محمد الحاج، سينضم إلينا من الأردن. سيد محمد مرحبا بك. أهلا وسهلا فيك أخي الكريم. أهلا بك. نتحدث اليوم عن معاناة الطلاب اليمنيين في الخارج، يعني مشاركتك حول هذا الموضوع. أولا نشكر قناة بلقيس على إعطائها جزء كبير من اهتمامها لمناقشة قضية الطلاب المبتعثين في الخارج. هذا يدل على شيء، إنما يدل على إيمانهم بقضية الطلاب وإدراكهم لمدى أهمية هذه القضية، إدراكهم بأنها شمع أن الطلاب هؤلاء شمعت أمل متوقدة، وهي الشمعة الوحيدة المتبقية
في وطن مليء بثقافة البارود، هي وحدها الثقافة السائدة والرائجة. أهلا بك. وضع الطلاب اليمنيين في الخارج وضع مأساوي طويل، قصة تراجيدية طويلة مدتها أكثر من 3 سنوات. وضع الطلاب اليمنيين في الأردن لا يختلف كثيرا أيضا عن وضع الطلاب في بقية دول الابتعاث، مع تأخر صرف المستحقات وتكرار هذا التأخر تتفاقم المشكلات على الطلاب، ومع التكرار أيضا تتحول المشكلات البسيطة إلى مصائب تؤثر على التحصيل العلمي للطالب الجامعي المبتعث. يتحول الطالب من طالب للعلم إلى طالب للرزق، ومن باحث علمي إلى باحث عن لقمة العيش وباحث عن السكن وعن الرسوم الدراسية حتى يستطيع إكمال دراسته. نعم، لكن محمد بالنسبة لك أنت، يعني ما هو وضعك في الأردن؟ طالب أم يعني أحد المقيمين؟ وإذا كنت طالب يعني ما هو الوضع الذي أنت عليه؟ أولا أنا طالب مبتعث في الأردن في السنة الرابعة. نعم. طبعا احنا أنا كوني طالب من أحد طالب من الطلاب. نعم. نواجه جميعا نفس المصير الذي يواجهه جميع الطلاب في الأردن أو في بقية دول الابتعاث، نعاني من عدة مشاكل. مشاكل تأخر الأرباع، وهذه هي المشكلة التي أصبح دويها يملأ الأفق ويلامس كل الأسماع. نعم. هناك عدة مشاكل، منها تأخر الأرباع، أيضا مشكلة لا أظن أن مشكلة أخرى لا أظن أن الطلاب في الأردن فقط يعانون منها، أعتقد أن الطلاب في بقية دول الابتعاث أيضا يعانون منها، وهي مسألة تنزيل أسماء الطلاب من كشوفات الابتعاث وهم على مقاعد الدراسة. نعم. دونما أي سبب يتيح للحكومة إسقاطهم، فهم طلاب غير. حدث هذا في الأردن أم لم يحدث؟ نعم، حدث في الأردن أيضا، وتواصلنا مع الملحقية الثقافية بهذا الشأن. نعم. وأكدت لنا بأنها قد رفعت المذكرة إلى وزارة التعليم العالي حتى يتم إعادة الأسماء التي أسقطت إلى كشوفات الابتعاث. طيب، يعني متى آخر يعني مبلغ تم تسليمه لكم كطلاب في الأردن؟ كبقية الدول آخر مصرف كان هو الربع الثالث لعام 2017. الربع الذي نطالب به الآن هو الربع الذي يجب أن يصرف في شهر 10 للعام 2017، ونحن الآن في عام. نعم. في شهر 5. طيب شوف يا محمد، اليوم تم صرف يعني كما ورد يعني من روسيا أو تتداول الأنباء أنه تم يعني صرف الربع الرابع للعام 2017 في روسيا، يعني هل يعتبر هذا مؤشر لقرب صرف مستحقاتكم في بقية الدول؟ وصلنا هذا الكلام من طلاب روسيا ومن طلاب ألمانيا بأنه قد وصلت إلى حساب الملحقات الثقافية. هذا هو الربع الذي حكيت لك عنه، هو الربع الذي يجب أن يصرف في شهر 10 لعام 2017، الآن في شهر 5 لعام 2018. نعم. يعني حتى إذا صرف هذا الربع لن يحل المشكلة جذريا. هذه الحلول التي تقدم الحكومة هي حلول ترقيعية، لكن ربما يضع قليل من الأمل أن ما زالت قضية الطلاب حاضرة لدى الحكومة، ويعني تجري المعالجة بين فترة وأخرى. تجري معالجات نوعا ما تقدر نصف حلول، وليست حلول جذرية واستراتيجية حقيقية وتزمين لصرف هذه المستحقات. فقط سياسة متى ما جاء الطالب يصيح بأني جائع، بعد أن يصيح الطالب بأنه جائع يتم إرسال تغريدة أو كتابة تغريدة على تويتر من قبل رئيس الوزراء، فينتظر الطالب قبل التغريدة شهور وبعد التغريدة شهور حتى يستلم، حتى يعيش على الأقل في الوهم، يعيش في الوهم لمدة أشهر ثم يستلم ربع ويستمر 7 أشهر وهكذا. نعم سيد محمد، طيب يعني هل لديكم مشاكل أخرى تواجهونها كطلاب في الأردن غير ما مسألة الرسوم والمستحقات؟ هناك أيضا مسألة التذاكر الخريجين، هناك طلاب يتخرجون لا يستطيعون العودة إلى الوطن بسبب عدم صرف التذاكر، هناك أيضا طلاب حصلوا على المقاعد مجانية كونهم أوائل الأقسام، كونهم أوائل الجامعات، حصلوا على مقاعد مجانية في الجامعات لدرجة الماجستير، ولكن لم يستطيعوا إكمال دراستهم كون لم تعتمد لهم المساعدات المالية والاستمرارية لدرجة الماجستير. نعم، إذن أشكرك محمد الحاج، كنت معنا من الأردن أحد الطلاب اليمنيين. متصل آخر عبود التميمي من ماليزيا. سيد عبود مرحبا بك. حياكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. سيد عبود، نتحدث اليوم عن معاناة الطلاب اليمنيين المبتعثون للدراسة في الخارج، يعني مشاركتك حول هذا الموضوع. أولا نتشكر قناة بلقيس على اهتمامها الدائم بهذه المشاكل اللي تواجه الشباب والموفدين بشكل خاص. أهلا بك. وهذا مثل ما تفضل زميلي الحاج نابع من قناعة القائمين بأن الموفدين يظلون هم بصيص الأمل الوحيد المتبقي، يعني في خضم هذا النفق المظلم يعني اللي يمر به الوطن الجريح، لكي ينتشلوا يوما ما يعني ويعيدوه إلى مساره الطبيعي بين مصاف المجتمعات بإذن الله تعالى. المعاناة متشعبة، وكلما طالت المعاناة كلما زاد أبعادها وكلما تعقدت تفاصيلها. ممكن نعطيكم فكرة عن بعض صور المعاناة التي يواجهها الموفدين في ماليزيا. طبعا كما تعلمون ماليزيا بلد في الغلاء فاحش، والظروف الاقتصادية نتيجة الأزمة النفطية زادت من الطين بلة زي ما يقولون يعني. تراكمت المديونيات على الموفدين، ولدرجة فقد فيها الكثير من الموفدين كرامته، وصار ذليلا مختبئا مثل كالفار من مصيره المحتوم. وكثير من الموفدين إذا تعرض أحد أبناء أسرهم أو عائلاتهم للمرض أو لأي شيء يصبح الوضع كارثي بكل ما تعني هذه الكلمة. وبكل ما تحمله من معنى. أبناء الموفدين في المدارس مهددون ومنذرون بالإيقاف والطرد من هذه المدارس. الآباء اللي هم الموفدين ذاتهم يعني أنفسهم هم بأنفسهم مهددون بالإيقاف من الجامعات، وفعلا بدأت بعض الجامعات الماليزية تتخذ إجراءات عملية وأوقفت عدد كبير من الموفدين الجامعات عن مواصلة الدراسة. ويصاحب عادة إيقاف الموفد عن الدراسة سحب كل الامتيازات التي يترتب عليها حصوله على صفة طالب. على سبيل المثال لا يحق له تجديد الفيزا الدراسية اللي هي تعتبر الطريقة الوحيدة للحصول على الإقامة القانونية في البلد. وهذا يعرض الموفد ويعرض أفراد أسرته لأنهم يكونوا تحت طائلة القانون وعرضة للسجن والترحيل في أسوأ الاحتمالات. ملاك البيوت الذي يسكنون فيها هؤلاء الموفدون عادة بالإيجار كما تعلمون يعني يقرعون الأبواب، وتظل الاتصالات الهاتفية نهاية كل شهر يبحثون عن الإيجارات. بالتالي يظل أيضا شبح الطرد من المنازل أصبحت مأساة إضافية يعني تضاف إلى جملة المآسي. الكثير أخي العزيز الكثير من المعاناة ونزيف المعاناة المستمر هذا الذي لا ندري متى سوف يتم إيقافه ومن هو المسؤول عن إيقافه. والكل في حالة شتات يعني في حالة من أنت ذكرت أمور فعلا يعني تدل على أن الأوضاع مزرية في حالة طلاب بدول الابتعاث، ولكن يعني 3 سنوات على هذا الحال، ما هو يعني الوضع الذي هو عليه اليوم الطالب اليمني في ماليزيا؟ الطالب اليمني وصل إلى مرحلة من اليأس لم يصل لها طيلة حياته. أقصد كيف يعني يغطي هذه الاحتياجات التي ذكرتها؟ عفوا معلم، يعني الاحتياجات هذه التي ذكرتها والالتزامات التي يعني يتوجب أن يدفعها الطالب في الغربة، يعني كيف 3 سنوات يعني كيف يعيش الطالب وهو لا يستطيع تأمين هذه الأمور التي ذكرتها؟ كما تعلم أخي الفاضل يعني المساعدات الربعية كانت في العام 2016 يعني تتأخر لمدة شهر أو عدة أسابيع. ووصلت لدينا 3/4 بدل 4/4 في السنة، صارت في العام 2016 3/4. في العام 2017 صرنا نستلم ربعين في السنة كاملة، ونتوقع في العام 2018 نستلم ربع واحد في السنة هذه. يعني الوضع كل ما لها يعني تزداد من تتحول من حالة سيئة إلى أسوأ.
ولا نرى أي بصيص أمل في ظل هذا النفق المظلم الذي نسير عليه. نعم. طيب اليوم أيضا الأنباء تحدثت عن أنه هناك صرف للربع الرابع من العام 2017 في روسيا للطلاب المبتعثين هناك. أنتم يعني هل تلقيتم وعود، وهل يعتبر ما حدث في روسيا اليوم مؤشر على أنه بالفعل يعني تم اقتراب صرف مستحقات الربع الرابع للعام الماضي؟ لكي أكون يعني في غاية الصراحة والشفافية، التوجيهات بالصرف إذا عدتم إلى بدايتها، كان اجتماع مجلس الوزراء كان في بداية شهر إبريل، وتحديدا أول يوم في شهر إبريل كان في قرار توجيه من دولة رئيس الوزراء إلى وزيري المالية والتعليم العالي بصرف الربع الرابع. نعم. هذا تم نشره رسميا في وسائل الإعلام، وها نحن الآن على مشارف نهاية الربع، مشارف نهاية الشهر هذا شهر إبريل، ولم نرى يعني نسمع جعجعة ولا نرى طحينا كما يقال يعني، ولا ندري هل الأمور ستظل يعني تدور في ظل هذه الطاحونة. هناك قرارات كثيرة أخي العزيز، كان هناك تعميم من الدكتور حسين باسلامة ب 23/1/2018 حول اجتماع اللجنة الوزارية اللي كان في 29/10/2017 اللي أدار بوقف الابتعاث برسوم دراسية لمدة عامين عدم منح التبادل الثقافي، ونفاجأ فيما بعد بتسريب كشوفات بعشرات الموفدين الذين لا ندري كيف تم إضافتهم وما هي المعايير التي اعتمدت، بينما هناك المئات من الضحايا الذين لا يزالون لا يدرون إلى أين سيتجهون. نعم. هناك استراتيجية قدمها الدكتور حسين باسلامة في سبتمبر 2017 إلى رئيس الجمهورية وللحد من الابتعاث الخارجي وتداعياتها. ما الذي حدث لهذه الاستراتيجية؟ من الذي يقوم بمراقبة هذه الاستراتيجية ومراقبة مدى تنفيذها؟ إذا جينا إلى الوعود وإلى القرارات فهي لا تحصى، لا تعد ولا تحصى، ولكن أين هي على أرض الواقع؟ هذا السؤال الذي يطرح نفسه دائما في كل سنة وفي كل ربع. نعم. إذن أشكرك جزيلا عبود التميمي، كنت معنا من ماليزيا، شكرا جزيلا لك. نستقبل متصل آخر وهو محمد حزام جسار، يعني كما يبلغنا المنتج هو والد الطالب جعفر جسار الذي وجد مقتولا في إحدى المدن الروسية. سيد محمد مساء الخير. مساء النور والعافية، حياك الله يا أخي. أهلا بك سيد محمد، يعني أنت والد الطالب جعفر جسار رحمة الله عليه الذي وجد مقتولا في إحدى المدن الروسية، نود لو تطلعنا يعني عن آخر التفاصيل حول هذه القضية. نعم، أنا والد الشهيد بإذن الله سبحانه وتعالى جعفر جسار الذي قتل في أحد ضواحي موسكو، وعن طريقهم عن طريق قناتكم الموقرة يعني كان لي الخبر، وإلا لظل أعتقد مضويا خبره إلى يوم القيامة. يعني في يوم 2 فبراير الذي نشرته قناة بلقيس الخبر، تواصلت بالسفارة اليمنية هناك لمدى شهرين ولم أتوصل إلى أي حقيقة عن موته أو عن قتله. يعني أنا طلبت منهم تقريرا واحدا يفصل لي مسرح الجريمة، كيف حدث موته أو كيف حدث قتله، ولكن فوجئت بأن السفارة لا تطلب مني إلا أن أفعل توكيلا بدفنه. رفضت ذلك، و يعني ذاتيا يعني بجهود ذاتية وبعت ما لدي وسافرت إلى موسكو في يوم 6 أبريل، وإلى اليوم هذا لم أتوصل إلى شيء. لكن يعني يوم أن أبلغوك سيد محمد أنه يطلبون توكيل بعملية الدفن، يعني كيف يأتي الأمر هذا بدون أي إيضاح عن المشكلة أو إلى أين وصلت هذه التحقيقات؟ يعني هذا شيء غير طبيعي. والله إن هذا الذي جرى يعني بيطلبوا مني إني أفعلها، قلت هذا مستحيل أفعل لكم توكيل بدفنه، أنا أريد أعرف ما سبب قتله، ما هو الذي حصل لابني. طيب يعني أنت الآن بعد شهرين وصلت إلى روسيا، ما هي الصورة حاليا، يعني إلى أين توصلت؟
لا زالت غامضة مثلها وكأنني لازلت في اليمن. يعني وصلت السفارة ذهبت وللمرة الرابعة إلى الشرطة الروسية على أساس استخراج التقرير الذي أطلبه. نعم. ومزودا بالصور، لكنهم لم يعطوني شيئا، والشرطة الروسية يعني رافضة أنها تعطي، قالت قوانينهم هذه ما تعطيها، علينا أن احنا نستلم الجثة ونبشر الجثة كما قدي. طيب يعني السفارة تعاملها إيجابي مع القضية وأيضا متعاونة معك إلى يعني بكل جهد فيما تقوم به بروسيا؟ متعاملا معي إيجابيا بالكلام، أما نعم. بالعمل فوجئت بأنني وصلت إلى السفارة وإذا ب يعني أشخاص من الموظفين وكبار في داخل السفارة لا يعرفون أن ابني قد تم تشريحه. قلت أنتم أرسلتم لي يعني بواسطة طالب عدي الذي أعطيته توكيلا، وأنا كنت في اليمن، أعطيته توكيلا في استلام تقرير الفحص الطبي، أعطوه الفحص الطبي يعني تم تشريحه وترجمت في اليمن يعني بجهد ذاتي، يعني رفضت السفارة أنها تترجم لي التقرير الروسي. نعم. تمام، الذي أعطوه يعني من الجهات الروسية. لماذا رفضت؟ يعني السفارة قالت لأنه 300 دولار ما قدروا يتو 300 دولار حق ترجمة التقرير. نعم نعم. طيب يعني هناك أيضا يعني تداولت الأنباء أو يعني تضاربت الأنباء حول أنه يعني ولدك رحمة الله عليه يعني أنه انتحر، ومن يقول أيضا أنه قتل. ما هي النتيجة حتى الآن؟ يعني النتيجة لا زالت غامضة. يعني هل فكرة أنه انتحر واردة في الموضوع أم مستبعدة؟ والله إنها مستبعدة بعد السماء. ابني ملتزم، وابني يعني أنا أرسل له من اليمن فلوس، يعني ما بيضل شيء معتمدا على الفلوس الذي بيعضوها ويأخرها يعني لمدة 6-7 أشهر. أنا أرسل له فلوس لروسيا كل ما يعني طلب مني ومن دون أن يطلب مني، يعني حالته النفسية وتعامله. ووصلت إلى الطلاب الذي يعني سألتهم، أنا الآن في بيتر المدينة الذي يدرس فيها جعفر. نعم. أنا اليوم طول اليوم عامل في استخراج يعني الكمبيوتر حقه هو كتبه وكذلك ملابسه، والله ما استطعت إني استخرج منه. نعم. إلى الآن لم يقرر الدفن حتى الآن. يعني أنا يعني رافض، قلت يعني مستبعد إني أقرر الدفن دون أن أعرف ما هو حقيقة سبب مقتل ابني. نعم، وإن عرفت الحقيقة الدفن سيكون باليمن وليس في روسيا، وبذلك يعني تكاليف يعني كبيرة ستكون للنقل. أكيد. يعني كان الله في عونكم سيد محمد حزام، ولكن رسالة أخيرة تود إيصالها للمعنيين من خلال شاشة بلقيس. باقي أمل في الله سبحانه وتعالى، ثم في وزير الخارجية، وناشده أن يعمل من أجلي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك محمد حزام جسر، والد الطالب جعفر جسر الذي وجد مقتولا في إحدى المدن الروسية. مشاهدينا معنا اتصال نبيل العاصمي من الهند. سيد نبيل تفضل، مرحبا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد نبيل، نتحدث عن معاناة الطلاب اليمنيين في الخارج، يعني مشاركتك حول هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أتقدم بالشكر الجزيل لقناة بلقيس على اهتمامها بمعاناة الطلاب المبتعثين، والتوضيح للمشاهدين الكرام حجم المعاناة التي يعيشها الطالب اليمني في الخارج. سأتكلم عن عدة قضايا، وأبدأها بالنقطة الأولى هي تأخر المستحقات. تأخر المستحقات هي يعني يعاني منها جميع الطلاب المبتعثين في الخارج، فعدم وصول المستحقات في وقتها المحدد. فمثلا نحن الآن في شهر إبريل، والذي هو بداية الربع الثاني، كان من المفترض أن نكون قد استلمنا مستحقات الربع الثاني، ولكن للأسف لم نستلم مستحقات الربع الرابع، والتي هي شهر إبريل أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2017. نعم. وتكلمنا نحن في الهند، قابلت أنا شخصيا وبعض الطلاب التقينا بوزير الخارجية عندما زار الهند قبل أشهر، وتكلمنا معه بخصوص هذه المشكلة، ولكن إلى الآن للأسف لم نجد حلا لهذه المشكلة.
يعني لنا الآن 7 أشهر من المعاناة، 7 أشهر بدون مستحقات مالية، بدون مصاريف، كيف يعيش الطالب المبتعث طوال هذه الفترة بدون مستحقات مالية؟ لم يعد للطالب إلا صوته ووسائل التواصل الاجتماعي. على سبيل المثال، بالأمس أحد مبتعثي الجامعات اليمنية في جامعة بابا صاحب في الهند كتب على صفحته: هرمنا، لن أأتي، لن أسافر على منحة إلى اليمن بعد هذه المرة، وسأوصي أولادي بعدم قبول أي منحة من اليمن إلا إذا كانت من الكفار فليعضوا عليها بالنواجذ. انظر أخي الكريم إلى أين وصل الحال بالطالب المبتعث اليمني من اليأس والمعاناة. طيب هل تلقيتم وعود سيد نبيل، يعني هل تلقيتم وعود بصرف الربع الرابع من العام الماضي؟ يعني هناك أيضا كما وصلنا أنه تم صرف المستحقات الربع الرابع أو تم اعتمادها في روسيا، هل تلقيتم وعود وهل يعتبر هذا يعني شيء مبشر بأن يعني بقرب صرف مستحقات الربع الرابع للعام الماضي؟ لم نتلقى أي وعود من جهات رسمية، وإنما حسب ما قرأنا اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي وما سمعنا من بعض الجمالات الدول الأخرى في كما في ألمانيا أو في روسيا وفي بعض الدول، نتمنى أن يكون الخبر صحيح ونتمنى أن نستلم في أقرب وقت ممكن بعد هذه الفترة الطويلة من المعاناة. نتمنى أن يتحركاتنا تلاقي نخوة المعتصم التي غابت طويلا. نعم. طيب يعني بخصوص يعني مشاكلكم، يعني غير المشاكل التي تتعلق بالرسوم ومستحقات الجامعات، هل هناك مشاكل أخرى للطالب اليمني في الهند؟ المشاكل الأخرى توجد كثير من المشاكل، كذلك الوضع أو الحالة النفسية التي يمر بها الطالب اليمني، بدلا من أن يركز على اهتمامه العلمي تحصيله العلمي أصبح يجري وراء مستحقاته العلمية، فأثر سلبا ما يجري في اليمن من الوضع الإنساني والوضع الاقتصادي والوضع السياسي، يؤثر سلبا على تحصيل الطالب العلمي، على أداء الطالب اليمني هنا في الهند وفي جميع الدول. فكما قلت لك، بدلا من أن يهتم بدراسته يظل على واقفا على أبواب السفارات والملحقيات الثقافية يطالب بحقوقه ومستحقاته المالية. كذلك نقطة أخرى هي الطلاب في الهند يعانون من عدم توفر الجوازات، مثلا الطالب الذي ينتهي جوازه يريد أن يحصل على جواز جديد إما أن يرسل إلى ماليزيا أو إلى السعودية، فلذلك نطالب الجهات المعنية مثل وزارة الخارجية والسفارة بفتح المجال للسفارة اليمنية بإصدار الجوازات كما أسوة أو كما هو الحال في الدول الأخرى كماليزيا والسعودية وغيرها من الدول. نعم. إذا أشكرك. نقطة أخيرة. تفضل. أستاذي العزيز، أستاذي الكريم، النقطة الأخيرة هي وضع الطلاب المبتعثين الذين أكملوا دراستهم ولم يستطيعوا الرجوع إلى اليمن، هم طلاب مبتعثين ومبتعثي الجامعات أو التعليم العالي، وهم أسرهم بعضهم معه يعني أطفال، 4 أطفال 5 أطفال، فأصبح في وضع سيء لا يستطيع أن يلجأ إلى اليمن بسبب غلاء التذاكر حبر اليمنية، لأن المجال للسفر الوحيد هو عبر الطيران اليمني، والطيران اليمني التذكرة الواحدة تبلغ $800 تكلفتها، فبالله عليك كيف من أين سيحصل على هذا المبلغ الكبير؟ نعم. إذا وضحت الصورة، أشكرك جزيلا. الجهات المعنية بتوفير حل إما برحلات مجانية أو تخفيض الرسوم. نعم. وضحت فكرتك، أشكرك جزيلا نبيل العصامي، كنت معنا من الهند. مشاهدينا، نستعرض الآن سويا بعض المشاركات التي وصلت حول الموضوع عبر الواتساب، نشاهد. كثير من المشاكل هنا في دول الغربة يعني منها الطلاب المبتعثين، من أعظم المشاكل التي وصل فيها الطالب أنه يقتل نفسه، وهذه مصيبة ما بعد، أعتقد مصيبة. كمان مشكلة أن السفارة تغلق أبواب بوبو هنا، مهما حاولنا، مهما اعتصمنا، مهما حاولنا نرفع أصواتنا، للأسف ما فيش أي تجاوب، حتى الحكومة نفسها ما فيش أي تجاوب من قبله. في كثير من المشاكل التي يعاني منها الطلاب، ومن المشاكل هذه مشكلة الطالب في السجن، لحد الآن ما وجدوا لهش أي حل ولا حتى تجاوبوا معه، لا من قبل وزارة الخارجية ولا في أي رد فيه. ورقة ورقة ممكن تخرجوا من السجن، للأسف ما فيش أي تجاوب. بس بنفسه روسيا هي بنفسه بحكومته
لقد تقاوم، لقينا تقاوم من قبله، ولكن من الداخل ما لقيناش اي تقاوم، وهذه مشكله عظمى. كمان طالب لحد الان موجود في الثلاجه، ما فيش اي تقاوم. مستحقاتنا لشهور لحد الان ما قدرناش ناخذه ولا نستلمه، يماطلونا مماطله مماطله، هذا قمه الظلم. احنا كطلاب مبتعثين نعاني من مشاكل كثيره. اول مشكله ان احنا بعيدين عن اهالينا، لان سنوات ما نقدرش نشوف اهالينا، نسينا كيف اشكال حتى اهالينا. ايضا مشكله الطالب ان الاهالي ما بيقدروش حتى يرسل لهم، هناك وضع الحرب صعب جدا، كثير مشاكل نعاني منها وما فيش اي رده فعل. اذا كنت منادي فنادي حيا، ولكن لا حياه لمن تنادي كما يقال. ايضا في الفوارق الوساطات يسلموا لهذا وهذا ما بيسلموا، وهذه كمان مشكله. احنا محسوبين ايش، عيال خاله ولا كيف؟ أتمني فقط تقاوم من الحكومة، نتمني فقط إحنا كطلاب مبتعثين إنه نستلم على الأقل مستحقاتنا، هذا أقل حق من حقوقنا. الخارج يعاني الأمرين بسبب تأخر صرف المستحقات المالية الخاصة به، سواء كانت مستحقات ربعية أو ما نسميها بالأرباع التي تأتي كل 3 شهور، والتي تمثل عصب الحياة بالنسبة للطالب الموفد في الخارج، وما يترتب من تأخيرها من آثار سلبية على حياة الطالب وأسرته. وجانب آخر هو تأخر الرسوم الدراسية، وهذه هي مشكلة أخرى يترتب عليها فصل الطلاب من جامعاتهم، وبالتالي إلغاء إقامتهم ويدخلون في معمعة أخرى هم وأسرهم. نقطة أخرى هي لا يوجد الآن صرف تذاكر للخريجين، للطلاب الخريجين الذين عنه دراستهم ويريدون العودة إلى أرض الوطن. أيضا هناك إلغاء التمديد الاستثنائي للطلاب الذين أنهوا أو على وشك أن ينهوا فترة دراستهم ويحتاجون لبضعة أشهر، سواء 3 أشهر أو 6 أشهر، لكي يكملوا وينهوا هذه الفترة المرحلة الدراسية بشكل كامل. قضية أخرى هي موضوع الاستمرارية بشقيها، سواء طلاب الجامعات أو موفدي الجامعات الذين خدموا جامعاتهم لعدة سنوات قبل أن يسافروا، ومعهم قرارات لاستمرارية ماجستير ودكتوراه حتى يرجعوا دكاترة ويعودوا لخدمة الجامعات. وأيضا هناك استمرارية للتعليم لزملائنا في التعليم العالي، والذين هم أوائل في جامعاتهم ومن حقهم أن يحصلوا على استمرارية وفقا لمعايير الابتعاث والقوانين المنظمة. إذا مشاهدينا، هذه كانت بعض الآراء التي وصلتنا أو الرسائل عبر يعني موقع التواصل الاجتماعي واتساب. ونستكمل نستقبل الاتصالات. معنا متصل من ماليزيا محمد كوباس، أحد طلاب الاستمراريات. مرحبا بك سيد محمد. مرحبا بك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، نتحدث اليوم عن معاناة الطلاب اليمنيين المبتعثين للدراسة في الخارج. بداية، لو تحدثنا عن وضعكم كطلاب في ماليزيا. طيب، بداية أول شيء أشكرك على الاستضافة وعلى إتاحت لي الفرصة بحيث أني أعبر عن قضايا طلاب المبتعثين بالخارج. أهلا بك. أو بالخصوص أنا سوف أتكلم اليوم عن قضية الاستمرارية، طلاب الاستمرارية. بالنسبة يا أخي الحبيب لقضية الاستمرارية، يا أخي نحن قضيتنا يا أخي قضية عادلة وقانونية. نحن يا أخي أصلا طلاب مبتعثين، أكملنا دراستنا في الفترة القانونية وحصلنا على علامات عالية، نحن طلاب متفوقين. نعم. ومستوفين لشروط وقانون البعثات بما يخص الاستمرارية، بحيث أن احنا نكمل دراستنا في الدراسات العليا. ولكن عندما قدمنا ملفاتنا إلى الجهات المختصة والجهات المعنية، نعم، بحيث أن احنا نريد أن نحقق هدفنا وأن احنا نريد أن نخدم بلدنا بالتعليم وكذا، تم تجاهل قضيتنا بحجة الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد. فما دعانا إلى في البداية إلى تقدير الوضع والصبر، يعني لأن وضع البلد ما زال في وضع صعب، فقلنا ماش مشكلة إذا يعني جاءت علينا احنا نصبر، ما فيش مشكلة. ولكن للأسف يا أخي الحبيب نتفاجأ بأن هناك كشوفات إنزال مظلي تهطل على السفارة والملحقية في ماليزيا
من مراعاة لشعورنا ولا لوضعنا صعب الذي نعانيه. فكشف من 70 إلى كشف أبو 44 وكشف أبو 22 وكشف أبو 32 وطلاب الاستمرارية لا أحد سامع لهم ولا أحد معبر لهم ولا أحد. يعني نفهم أن طلاب الاستمراريات سيد محمد منذ بدء الحرب وحتى الآن 3 سنوات لم تستلموا أي مبالغ مالية. لا نحن لم نستلم، لم تعتمد الآن حتى المنح، يعني قضية نحن نستمر على أساس ما بيش لنا اعتماد. خرجتم من اليمن ذاهبين للدراسة بدون أي اعتماد، يعني خرجتم على بركة الله كما يقال. مش قضية خرجنا على بركة الله، نحن أخي أكملنا وعلى أساس نحن بعد ما نكمل لنا الحق في التقديم للاستمرارية. أنت طالب مبتعث ولك قرار إيفاد سابق مستوفي للشروط، بعدين تكون طالب متفوق وأوراقك ومستنداتك مكتملة من ناحية القبول وغيرها. نعم. يحق لك أن تحصل على الاستمرارية بحيث أن تكمل دراستك. من الجامعة أم من الدولة؟ لا من الدولة. من الدولة. طيب هذا الشيء يكون مرتب، يعني تم ترتيبه قبل الذهاب لهذه المنحة، أم أنه يعني تذهبون ومن ثم تقدمون أوراق الاعتماد وتعتمدون لدى الدولة بمستحقات مالية؟ لا نحن على أساس أن نحن نقدم أوراقنا إلى الجهات المعنية وهي تقوم باعتماد الطلب وإفادنا والتعزيز لنا ماليا بحيث نحن نكمل دراستنا. ولكن للأسف يا أخي بسبب الأوضاع، وضع دارنا الأوضاع الآن استثنائية وغير والبلاد في ظروف صعبة، فلذلك يعني لذلك اضطر طلاب الاستمرارية، لأنه كان في البداية قلنا خلاص الوضع صعب بنصبر ما في مشكلة، فبالتالي فمنهم من يعني صبر على نفسه وجمع له مبلغ بسيط وحاول يكمل دراسته، وبعضهم من راح يشتغل شغل بارت تايم أو مثلا جزئي على أساس أنه يستطيع يوفي مصاريف دراسته ويستطيع أنه أيضا يعيش يلبي احتياجاته المعيشية. ولكن لما بدأ الأمر أنه هناك كشوفات الإنزال المظلي بدون معايير بدون أي قانون، بس شخطة قلم، وعلى طول تعتمد لهم منح في هذه الظروف الصعبة وفي الوضع الصعب الذي يمر به البلد. نعم. فاضطرينا طلاب الاستمرارية نحن نوحد الجهود ونحن نرفع صوتنا وقلنا نحن طلاب مثلهم لابد أن تعتمد ملفاتنا كما تعتمد. الوضع الصعب مش بس علينا، بس المفروض الوضع صعب على الكل، أما أنه يتم بس إقصاء طبقة معينة أو طلاب معينين وهم من المتفوقين والمتميزين في، يعني هذا حدث رغم قرار إيقاف البعثات. ايوه يعني حاولنا نحن نجاهد، يعني نحن اصلا في جهاد الان، في جهاد على اساس نحن نكمل، يا اخي نحن نش نكمل دراستنا على اساس نفيد وطننا ونفيد مجتمعنا بالعلم وبالخير ونبني وطننا. لكن للاسف يا اخي الحبيب يعني كنا في البدايه زي ما قلت لك مقدمين للوقت، لكن للاسف تم تجاهل الموضوع، وحتى لا اعتبار لا مشاعرنا ولا وضعنا الصعب الذي احنا نعاني ونكافح من اجل نحن نوفي احتياجات الدراسه واحتياجات نعم وضحت الفكرة. أشكرك سيد محمد كباس أحد طلاب الاستمراريات في ماليزيا. دقيقة. شكرا جزيلا لك. متصل آخر محمد الجيشي من باكستان. مرحبا سيد محمد. حياك الله أخي. أولا مساء الخير لك ولجميع المشاهدين قناة بلقيس. مساء النور. أهلا بك. على اهتمامكم الدائم بقضايا الطلاب. أهلا بك سيد محمد. نتحدث اليوم عن معاناة الطلاب اليمنيين وأنت أحد الطلاب في باكستان، ضعنا في صورة أو في يعني صورة ملخصة لأوضاع الطلاب اليمنيين في باكستان. طبعا المشاكل التي يعاني منها الطلاب في باكستان هي ما يعاني الطلاب في جميع البلدان الابتعاث، من تأخر صرف المستحقات والتنزيل التعسفي للطلاب والذي حدث خلال الفترة الربع الثاني والربع الثالث في العام 2017. وأضيف إلى ذلك أخي الكريم، نحن هنا في باكستان الطلاب ندفع رسومنا الدراسية من يعني مستحقاتنا المالية، لا تدفعها لنا الحكومة، فتأخر صرف المستحقات يضيف عبئا علينا في ويعني ويؤثر على مستوانا العلمي. نعم. طيب يعني هناك أيضا صرف للربع الرابع اليوم، يعني كما تحدثت الأنباء في روسيا يتم صرف الربع الرابع للعام الماضي للطلاب، يعني أنتم لم تتلقوا وعود في باكستان بهذا الجانب، وأيضا هل يعد هذا
يعني شيء مبشر بقرب صرف مستحقاتكم أنتم في بقية الدول. طبعا هنا هنا في باكستان لم نتلقى يعني أي خبر عن الكشوف أو التعزيز المالي أنه وفر إلى السفارة، ولا زلنا على تواصل مع السفارة ولم يخبرونا بذلك. نعم. طيب يعني لديك رسائل محددة تود إيصالها من خلال الحلقة؟ طبعا رسائلنا هي للتعليم العالي وللحكومة بوجه الخصوص أن هناك الكثير من المشاكل التي يعاني منها الطلاب في باكستان، وخصوصا أن باكستان إذا يعني تأخرت المستحقات المالية أو حدث يعني عدم صرف الأرباح، الطالب لا يستطيع حتى العمل في باكستان من أجل الحصول على قوت يومه. فتأخر صرف الأرباح والطالب يتأخر في صرف في دفع رسوم الجامعات، مما اضطر بعض الجامعات إلى حتى إيقاف الطلاب عند دخول الامتحانات، وهذا يعني يؤثر على الطالب يعني نفسيا وعلميا. طيب كيف تتعامل السفارات والمسؤولين في باكستان مع مطالبكم كطلاب في هذا البلد؟ والله السفارة يعني يوعدون أنهم سيوصلون رسالتنا إلى الداخل، وهذا أكثر حاجة يعني يقولون لنا. أما بالنسبة لعمل على أرض الواقع ليس هناك أي قضية يعني حلها إلى حد الآن. نعم، إذا أشكرك جزيلا محمد الحويشي. أريد أن أتطرق عن بعض المشاكل فقط التي لم أتكلم عنها. نعم وهي نعم، إذا أشكرك محمد الجيشي من باكستان أحد الطلاب، شكرا جزيلا لك. متصل آخر هشام مانع من الصين. سيد هشام مرحبا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير على الجميع. أهلا بك ومساء النور. سيد هشام، نتحدث عن معاناة الطلاب اليمنيين في الخارج، أنت كأحد الطلاب اليمنيين في الصين، ضعنا في الصورة الكاملة لأوضاع الطلاب في الصين. أولا نتقدم لكم بجزيل الشكر والتقدير للمجهود الجبار الذي تبذلونه في خدمة الطالب الجامعي الذي يعتبر لبنة البناء لليمن الجديد، اليمن الذي ينشده كل اليمنيين، يمن الإيمان والحكمة. أهلا بك، تفضل. الطلاب اليمنيين في جمهورية الصين الشعبية يتجاوز عددهم عن 3000 طالب، وهو عدد كبير جدا، ويعتبر الوافدين إلى جمهورية الصين من أكبر الدول في العالم. نعم. إلا أن هؤلاء الطلاب يعانون من عدم قدرتهم في التعبير عن المعاناة التي يعانونها نظرا للقوانين الخاصة بجمهورية الصين الشعبية، والتي تمنع التظاهر والاعتصامات أمام الملحقيات والسفارات، وبالتالي ليس لديهم إلا منبرا واحدا، وهو منبر الملحقية الثقافية والسفارة بالمذكرات والمخاطبات إلى كل الجهات الرسمية. نعم. ولا يملكون إلا وسائل التواصل الاجتماعي ليعبرون عن المعاناة التي يعانونها، والتي عبرنا عنها في خلال 3 أشهر الماضية، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي. نعم. كلها وعود، لم نتلقى أي توجيهات من أصحاب القرار، كلها كانت وعود من المختصين، ويعني كما يقول المتنبي أنا الغني وأموالي المواعيد. هناك قضايا ليست فقط وصول الأموال، لكن للأسف كلما تحرك الطالب بشكل إعلاني وعمل مظاهرة إلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي وبالتواصل مع الناشطين و القنوات الإعلامية، يتم فقط إرسال ربع، والربع هذا ليس هو الحل لكل قضايا الطلاب. في هناك قضايا عالقة وهي الرسوم الدراسية للعام الثاني على التوالي في معظم الجامعات في جمهورية الصين الشعبية. نعم. ما زالوا يعانون من عدم إرسال الرسوم الدراسية إلى الجامعات، والتي عملت على حجز وحجب النتائج والشهادات للطلاب الدارسين. نعم. وهذا يعتبر تهديد لمستقبلهم. نعم. قضية أخرى وهي تذاكر السفر، سواء للطلاب القادمين، هناك طلاب
دفعة 2017-2018 قد وصلوا إلى الصين وما زالوا بالوعد فقط. استلموا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استلموا وعد شفوي من الأخ وكيل الوزارة الدكتور صالح العبد، وقال لهم اذهبوا وأنتم في وجهي. وللأسف الوجه الذي وعدنا تم اغتياله من قبل وزير التعليم العالي أو من قبل المحليين أو الذين عرقلوا الوعود التي وعدنا من وزارة التعليم العالي. نعم. في هناك قضية أخرى، وهي تم في عام 2016-2017 تم تكليف السفارة والملحقية الثقافية في بكين بتوزيع منح التبادل الثقافي لعام 2016-2017 من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن قبل وزارة الخارجية في حينها تم تكليف السفارة. نعم. فتم توزيع المنح على الطلاب، للأسف بعد نقل الوزارة من صنعاء إلى عدن لم تعترف وزارة التعليم العالي في عدن بهؤلاء الطلاب. وما إذن وضحت الصورة سيد هشام، يعني اعتذر منك يعني لضيق الوقت، ولكن الصورة واضحة والمعاناة لا تختلف، يعني ربما الحال واحد والمعاناة واحدة التي يعيشها طلاب اليمنيين في الخارج سواء في الصين أو في أي دولة أخرى. مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقة الليلة، يعني دهمنا الوقت، أشكر جميع المتصلين وأشكركم على حسن المتابعة، وفي الختام تقبلوا تحياتي وتحيات منتج هذا البرنامج الزميل عمر النهمي، وهي أيضا التحية من مخرج البرنامج عيسى إسماعيل ومن جميع أفراد طاقم العمل. حتى نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه.